فيها زعيم يا زعيم بصراحه بقى زعيم بصراحه بقى يا زعيم انا مش عارف يا زعيم انا وانا مش خاين برضه يا زعيم عايز تفلت من العقاب يا عايز افلت من العقاب يا زعيم قول لنا نكته يا ايه ده بس خلاص يفلت من العقاب يقول نكته يقول نكته ونضحك قول لي يا اقول نكته يلا بقى عشان نخرج من العالم اللي احنا فيه ده يعني انا مش عارف بس نكته تنفع انها تتقال يا عشان احنا هنا انت بتصعبها في محاذير هنا قول يا حاضر نكته بص هات العقاب اسهل خلاص هو اللي عاقب نفسه بنفسه استنى ما يمكن افتكر افتكر على مهلك بقى ايه ده جبس ايه ده دقيق يا مش انت ساعتي انا جايب لك حاجه تناسب المهنه بتاعتك دقيق انا دقيق في اختياراتي يا انت يا معلم خش يا على الدقيق اخش عليه ازاي خش على الدقيق اقعد بقى اقول لك العقاب ايه ايه يا زعيم انت ما عرفتش اسم المدينه ايه رغم ان سعدون حاول يساعدك وحمدون حاول حمده يساعدك برضه أيوة. كل واحد فيهم قال لك معلومه انقح من الثانيه ايوه حصل بس يعني ماشي خلاص وبعدين المهم المهم أيوة. المهم انا خلاص انا عرفت كل حاجه خلاص في يا زعيم فادي لا ده حاجه لا في حاجه بتدور يا رجاله من ورانا يا زعيم يا انا اللي بيحصل يا زعيم انا فهمت ان هو عارف الإجابة بس مدكنها مدكنها أنا أنا أعرف حاجة وما أقولهاش خلي ليه بحب الدقيق لا خلي بالك خلي بالك لا ما هو ده يعني مش علينا احنا الكلام ده احنا نفهمها وهي لسه على الأرض ما طارتش طب واللي يجيب لك الخاين يا زعيم بقى شوف دي بلد دي بقى بلل ايه ده لا تجاوب الأول على السؤال بتاعنا وتعرفه لإما تاخد عقابك صح اتفضل دلوقتي ده دقيق ما بحبش الدقيق أنا هقول لك بس نعم جواه تمراية تمرايه بس بحب التمر ماشي حلو قوي هتجيب التمرايه ببقك بس من غير ما تستخدم ايدك ايه ده يلا بق انا لوحدي ببقك بس من غير ايديك ما انت كنت بتساعدني كتير ما انت عايز كام بق معاك يا ابني نازل ايدك يلا عالم غريب قوي عالم غريب قوي مش انت كنت بتساعدوني اهو دي اهو اسهل بكتير يلا ساعدوني واخد بالك يا زعيم بقول له عالم غريب قوي عالم غريب قوي ايوه عالم غريب قوي ايوه عالم غريب قوي اللي يخبي التمر جوه الدقيق ده عالم ده قال لك اسم المدينه في الكلمه اللي هو قالها دي باينه قوي غريب غريبين ما هي مفيش بلد اسمها غريبين ده ذكي قوي اظن دلوقتي احنا بقينا او كده صح عايز اعرف يا زعيم انت بتعمل ايه بالظبط قرب لا الزعيم خد بالك طب على فكره ممكن الزعيم هو اللي يطلع معلش يعني لما اوزن اسف ولا خش على العقاب خش على العقاب انت قول لي اللي محضر الدقيق انا ما قلتش حاجه مش قلتش حاجه ادخل ببقك يلا دور على التمرايه بسم الله هتنفخ مش هتعمل حاجه لازم تخش ببق تدعبس جوه خش ما تخافش خش 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 حلو هتلاقيها ان شاء الله ربنا يوفقه قربت قربت خش يا سلام بقى لو دخلت بحواجبك لو دخلت بحواجبك ممكن تقرب من وخاب التمرايه جبل حلوه 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 وبياكل التمرايه وقدر يوصل لها ويا نهار ابيض قول كلمه لجمهورك بسرعه وانت بتاكل التمرايه كده تقول له ايه يا كل سنه طيبين ايوه جمهور المجد الحبيب وان شاء الله سنه سعيده عليكم مليانه دقيق مليانه تمر ويا رب دايما متجمعين على الخير وعلى التمر وعلى الدقيق خد اغسل ايديك بقى ماشي يا عم اغسل ايديك اغسل ايديك لا يا زعيم يا زعيم